لكم. غادي نديروا الخبز ان شاء الله اليوم بالقمح. غادي نعبروا نخرجوا الميزان، نعبروا 250 غرام. نغطيو لو بول ديالنا، نخرجوا. غادي نديرو جوج دقائق ونص، جوج دقائق ونص فيتيس 10. طحنو، شوف رجع في الفارين بيه بالنخاله ديالو، ما فيه لا نخاله غليظه ولا رقيقه ولا حتى حاجه. بان كومبلي بمعنى الكلمه. غادي نغطيو هاد لي بوغ. ها هو وي هنا غادي نزيدو، نوليو نعبرو ونزيدو 250 غرام ديال لافارين. غادي نديرو الخميره، نديرو 10 ديال لي غرام من هادشي، 10 غرام 10 غرام. نديرو الملحه في الجهه الاخرى القياس ديالنا. داكور، نديرو شويه ديال الجلجلان، شوية ديال النافع، حبة حلاوة. هنا غادي نديرو الماء دابا، الماء غادي نديرو 340 غرام ديال الماء. غادي نغطو نغطيوه ونخليوه نخليو الترموميكس يعجننا 3 ديال الدقائق. وباش يعجن غادي نجيو لهادي السبوله، نديرو له مود بيبخان ونديرو هنا 3 ديال الدقائق 3 مينوت ونخليوه يعجن. ملي تبقى لينا شي ثواني هكا، المهم دقيقه او 30 ثانيه كاع، تبقى كنزيدو شويه الزيت البلديه، معلقه الزيت العجينه ديالنا تعجنات في ظرف وجيز اللي هو 3 ديال الدقائق.
يلا غادي نخويو لوبول ديالنا. الطريقة سهلة باش تحيد لها كاع العجينة اللي فيها. لو بول ها هو خاوي، نركلو لي بوغ غير هاد الشوية اللي باقي على برا هادي وصافي. نجيبو اللاطا ديالنا، نحاولو نحطو هنا. غادي نحاول نحيد داك الطحين، نجيبو لاطا ديالنا وغادي نديرولو هكا. انا ولفت نخدم بهادي سينو غير بهادي ديالو. نقصوها غير في الطحين، غادي نديرو الفران يسخن لمدة ديال 10 دقائق، لأن تبارك الله ترموميكس كيعطيه لنا خامر. الفران يسخن 10 دقائق، على ما يسخن الفران يكون هذا ارتاح. دابا غادي نسخنو الفران كما قلنا واحد 10 دقائق، لأن الخميرة ديالنا ديجا راها خامرة. جوست الفران اللي غادي يسخن ديك 10 دقائق نديروه في الفران، نديرو الخبز ديالنا في الفران ونخليوه يطيب مده ديال 14 دقيقه بالضبط، يخرج لينا الخبز ديالنا طايب. انا غادي نديرو يطيب ونتلاقى. الفران سخون دابا، غادي ندخلوه نخليوه يطيب على درجه حراره 200 مده 14 دقيقه ونرجع ان شاء الله نوريكم الصوره النهائيه ديال الخبز. ها هو الخبز ديالنا